والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، هذه سنة الله سبحانه. في الآية رد على الشيوعيين ورد على الاشتراكيين، لأن الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فالاشتراكيون يقولون لا، كل الناس سواء، يريدون أن يلبسوا الناس لباسا واحدا، أن يطعمون طعاما واحدا، كل واحد يستوي مع الآخر في الرزق. الله سبحانه وتعالى فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل هذا حرا وجعل هذا عبدا، جعل هذا غنيا وجعل هذا فقيرا. وإن رمت أن تسوي بين الناس في الأرزاق لن تستطيع أبدا، فإذا مثلا أنت جئت وقسمت 100,000 جنيه على كل شخص 1,000 جنيه، هل أنت بهذا عدلت؟ أنت لم تعدل. لماذا لم تعدل؟ هذا أجمل من هذا، هذا جميل وهذا دميم، لما لم تعدل بينهم؟ ما استطعت أن تعدل في الجمال، هذا بدين وهذا نحيف، هل استطعت أن تعدل؟ هذا بطن واسع يحتاج أكل كثير، وهذا بطن صغير يحتاج إلى أكل قليل، هل استطعت أن تعدل؟ يعني إذا جاءني شخصان، واحد يأكل كثيرا شره والآخر يأكل قليلا، وأنا أوزع فلوس، هل تظن أنني إذا أعطيت هذا 100 وهذا 100 أنني عدلت؟ لا، أنا ما عدلت، لأن الذي يأكل كثيرا وبطنه متسعة يحتاج إلى أكل أكبر. إذا قسمت الثياب أقسم على البدين مثل النحيف، لا يتصور. إذا أعطيت هذا 3 متر وهذا 3 متر، هذه 3 متر تغطيه، لكن هذا يحتاج إلى 10 متر حتى يغطى. فالناس تختلف، الناس يختلفون. الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، في الرزق. طب هذا طويل، هل يقول القصير إن الطويل ظلمني؟ لماذا ظلمك؟ لماذا أتى طويل وأنا قصير؟ أخي، هذه قسمة الله سبحانه. ففشل الشيوعيون وفشل الاشتراكيون، والحمد لله، كما قال القائل في شأن دولة البدع: وتداعى بانصراف جمعهم جمع إبليس الذي قد كان جمع. قال تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. لذلك كان من مبادئ الثورة المصرية الأولى التي قام بها جمال بن عبد الناصر مبدأ باطل، وهو مبدأ التأميم. مبدأ التأميم، رجل اشتغل وأنشأ مصنعا، كيف تأخذ المصنع منه وتقول وزعه على العمال وأجعل العمال شركاء في مجالس إدارته؟ رجل عمل وكسب وربح واشترى 50 فدانا، وآخر كسول نائم لا يشتغل، كيف تأخذ رزق هذا وتقول يوزع على هؤلاء؟ أي دين يسمح لك بذلك؟ الله فضل بعضكم على بعض في الرزق. ومن عجيب أمر الاشتراكيين آنذاك أنهم استدلوا بحديث الناس شركاء في 3: الماء والكلأ والنار. كانوا يستدلون به على الاشتراكية. نقول لفظ المسلمون شركاء، لكن إن زعمتم أنكم تستدلون بهذا الحديث فالحديث قصر الشراكة على 3 أشياء لم يجعلها في كل شيء: الماء والكلأ والنار، الماء والعشب والنار، فلم يعمم في كل شيء، وله فقه أيضا المتعلق به. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم؟ فتعالى ذكره.